لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. أما شو يا معلم؟ الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعة الفايبر عندي بالدار. أول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف. شوف مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك؟ احنا بإعلان إذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف إنه الفايبر بسرعة البرق مش الصوت. بالتل جيجا فايبر، أسرع إنترنت منزلي. من سدس الدين بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من سدس الدين بنوفر سوا وبنفرح سوا ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار، 9000 دولار كل اسبوع، وشهريا 60000 دولار وفروا اربحوا على طول، وجائزتين بنص مليون، كل جائزة ربع مليون دولار كل 3 شهور. افتحوا حساب توفير أو غذوا حسابكم ب$200 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى، مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب، كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى. وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع وتطوير. وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع وتطوير. يلي اللمة بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان، دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق، برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي، صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة. صباح الخير. الله يصبح
صباحكم بالخير مما كنتم عم تسمعونا، تحية الصباحية للجميع وأجمل صباح لأجمل متابعين ومستمعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد وأسبوع جديد أيضا، اليوم الأحد 14 من أيار للعام 2023 وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، يا شعبنا شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل، شد الحيل. بالخير والحب وتحية الوطن فلسطين، نحييكم تحية القدس العاصمة، تحية غزة الأبية، تحية نابلس جبل النار، تحية الداخل والشتات وكل مكان. تحياتنا لكم من طاقم عمل البرنامج، الزملاء خالد الجاص، محمد ريان في الهندسة الإذاعية والإنتاج، والزميل محمد الزاغة، ترافقنا في التنسيق الزميلة هديل أبو زينة، ومن نريم العمري في الإعداد والتقديم. شعبي صامت في أرضه ما بيقبل عنها بديل، مهما طول في البلاد مستوطن إلى الرحيل، شعبي صامت في أرضه ما بيقبل عنها بديل، مهما طول في البلاد مستوطن إلى الرحيل. أجمل الصباحات لكم جميعا، وبتحية شهداء الوطن فلسطين مرة أخرى نحييكم، وبتحية الأسرى أيضا دائما، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب. تحياتنا لكم عبر شبكة وطن الإعلامية، تشاهدوننا وتتابعوننا عبر شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن اف ام على الموجة 99.2، عبر موقع وكالة وطن الأنباء مباشر على موقع الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكل اللي بيتابعونا عبر الفيسبوك أكيد. أما بالنسبة لمنبرنا للاتصال الهاتفي على 0229661950، 0229661970. صباح الخير لعيوني يا عيني، صباح النصر يلي اسمه فلسطيني، صباح الخير لعيوني يا عيني، صباح النصر يلي اسمه فلسطيني، صباح المجد يلي انت إله عنوان. صباح الخير يا غزة، صباحاتنا اليوم كلها إلى هناك، إلى غزة الأبية، إلى التي تخوض الحروب دائما وتستيقظ في اليوم التالي تعيش حبا جديدا وحياة جديدة رغم الجراح التي لم تلتئم ولن تلتئم، جراح الفقد، جراح الألم، جراح الوجع، جراح كثيرة عاشها يعني حقيقة أهلنا في قطاع غزة. بعد كل جولة من الحروب على هذا القطاع الصغير مساحة الكبير بحجم سكانه، كل جرح لابد دائما أن يلتئم بسبب أو بدون سبب، مع الوقت يلتئم، الزمن قد ينسيك هذا الألم، هذا الجرح، لكن جراح الحروب تبقى ندوبها عالقة لأنها تفقدنا أحبتنا والعزيزين على قلوبنا أيضا. في هذه الحرب وفي هذا العدوان الذي شنه الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، فقدنا نساء وعائلات وأطفال، منهن ومنهم طفل قضى خوفا، توقف قلبه من الخوف. وهذه القصص والحكاية ربما لا يتم التركيز عليها بشكل كبير، لأنه دائما الإعلام والجميع يركز أين وصلت الجولة، انتهت لم تنتهي، ويذكر الضحايا كأعداد، إلا القليل القلة الذي من الممكن أن يركز على قصص العائلات اللي فعليا فقدت أهلها وأحبتها في هذا الحرب. كل المجد لك يا غزة، كل التحية لك يا غزة، كل الحب
لك يا غزة، وأنت دائما التي تقفين وحيدة تدافعي عن أمة، إنها غزة العزة. يا دنيا حجارة على المحتل وأسوارة، شت يا دنيا حجارة على المحتل وأسوارة، شت علينا نصر وصبر، شت عليهم حزن وقهر، شت علينا نصر وصبر، شت عليهم حزن وقهر، شت وظلك مطارة، شت وظلك مطارة. فلسطيني وبعرف اسمي وما تقدر تمسح رسمي، فلسطيني وبعرف اسمي وما تقدر تمسح رسمي، اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار، اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار، حتى لو تحرق جسمي، حتى لو تحرق جسمي. وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، هذا ما أعلنت عنه المقاومة في بيان من الغرفة المشتركة، أن حيز التنفيذ قد أن وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ وانتهت جولة القتال. الغرفة المشتركة تقول أن المقاومة أكثر قوة وتماسكا، هذا ما أكدته إذن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، أن المقاومة دخلت معركة ثأر الأحرار وخرجت منها موحدة وقوية كالبنيان المرصوص، وكتبت ملحمة جديدة من الثبات والتضحية والبطولة. تقول الغرفة المشتركة في بيانها: نقول للعدو الجبان، نحذرك من العودة لسياسة الاغتيالات، فسيفنا لم يغمد وأيادينا على الزناد، وإن عدتم عدنا. هذا كان شعار إذن الغرفة المشتركة، التي أوضحت أيضا في بيانها دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء الأمس، وبأن المقاومة أفشلت بصمودها ووحدتها وقتالها المشرف مخطط العدو الغادر وجريمته القذرة، وأثبتت أنها الأقدر على التحدي، وأن كيد العدو باطل، وأن اغتيالاته كانت وستكون لعنة عليه حتى يندحر عن أرضنا بإذن الله. وأكدت أيضا الغرفة المشتركة أن هذه المعركة هي صفحة جديدة من صفحات المجد لشعبنا وشهدائه ومقاومته، وستظل المقاومة عند حسن ظن شعبها، وستكون دوما حاضرة ومتأهبة سيفا ودرعا للوطن والشعب والمقدسات في كل ساحات الوطن وجبهات المواجهة. بهذا البيان إذن أعلنت الغرفة المشتركة انتهاء جولة القتال بتماسك القوة وبتحذيرها، بتماسك المقاومة وتحذيرها: إن عدتم عدنا. إذن في هل يعني ستنتهي جولة القتال إلى هنا؟ ماذا ستحمل لنا الأيام القادمة؟ وخاصة أيضا أن الاحتلال صباح هذا اليوم اقتحم نابلس، دار هناك اشتباك مسلح، قام باعتقال شابين، هناك أيضا إصابات بالرصاص الحي. إذن هو ينهي جولة في مكان ويبدأ بتصعيد في مكان آخر، هو أصلا خلال كل العدوان على قطاع غزة لم ينهي أو لم يخفف حتى من وطأة عدوانه على الضفة الغربية واقتحاماته المتتالية للبلدات والقرى بشكل عام في الضفة. إذن الحروب على قطاعنا الحبيب خلفت الدمار، عشرات العائلات بلا منازل، بلا مساكن تؤويها بعد أن قصف الاحتلال بصواريخ بشكل مباشر هذه المنازل، أطفال كانت تبكي وفوق ركام منازلها، وهناك أيضا من الشيوخ والكبار من بكى على ضياع العمر والذكريات في منزل الحب الذي كان يعيش فيه. اليوم بعد أن انتهت هذه الحرب، ماذا سنفعل لغزة؟ وماذا سنفعل لأهل غزة؟ وماذا سنفعل للعائلات التي أصبحت بلا مأوى؟ يا رب تتعود 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 يا
احنا ان شاء الله قد بنشوف الامور تتلاقش تتعود الدار. هذا يعني رباطة الجأش هذا والصبر، حتى لو إنه يعني هم قابضين على جمر الوجع والحزن بشكل كبير يعني، لكن فاقد المنزل يواسي الشهيد ويواسي أهل الشهيد وأم الشهيد ووالد الشهيد في غزة. الكل يواسي الكل. غزة هذه القطعة قطعة من الجنة على أرض فلسطين تعيش وحدها الألم. ربما لم نقدم نحن الواجب الكبير لغزة، حتى على مستوى الاعتصامات، على مستوى التنديد، على مستوى يعني دعني أقول المسيرات التي خرجت لم تكن بحجم ذلك الوجع الذي يعيشه أهلنا في غزة. هذا الانفصال المؤلم الذي حدث بين غزة والضفة جعل من هذا الدعم ومن هذا الإسناد يعني أن يكون بهذا الشكل للأسف. لكن أنا متأكدة والكل متأكد أن كل مواطن وكل شاب وفتاة وامرأة وشيخ وكهل وطفل في الضفة والداخل في فلسطين يريد أن يدعم غزة ويسندها بالدعاء، بالشعور بأنه يجب أن يفعل شيء من أجل أهلنا في القطاع. الضفة دائما كانت تساند غزة في كل شيء، وأضعف الإيمان كان في الدعاء. فعليا هذا العدوان الذي مر، نعم سيشعر به أكثر كل من فقد منزله وعاش أصوات الانفجارات وأصوات القصف وأصوات الزنانة وأصوات الركام وهو يعني يتفتت على الأرض. هذه الأصوات التي لا يستطيع أن ينساها أي طفل صغير في غزة. فكل المجد كل التحية لأهلنا في قطاع غزة، من أصغر طفل إلى أكبر كهل في غزة. أنتم القوة، أنتم السند رغم الألم ورغم الوجع ورغم الحزن. اليوم في حلقتنا نتابع ماذا بعد يعني ماذا بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، ماذا سيحدث بعد ذلك، لماذا كانت يعني سلطات الاحتلال تطالب بشكل سريع أن تدخل الهدنة والتهدئة. لا ننسى أن يوم الخميس هناك مسيرة الأعلام التي ستجوب شوارع القدس وتحديدا باب العمود، هذه المسيرة السنوية الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون. غدا هو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني 75، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. وفي هذه الذكرى أيضا تحدث الأمور الكثيرة أما في القدس أو حتى في مختلف أرجاء الضفة. إذن نحن متجهون إلى تصعيد في القدس وأرجاء الضفة بعد انتهاء جولة التصعيد التي قام بها الاحتلال والعدوان على قطاع غزة. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحات
المساجد ربه سلم أهلها واحمل المداخل والمخارج واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين. في رام الله بالأمس أيضا شارك المواطنون في مسيرة وسط البلد دعت لها الحركات الشبابية والقوى والفعاليات الوطنية وفاء للشهداء والمقاومة ونصرة لأهالي قطاع غزة في ظل تصعيد عدوان الاحتلال على القطاع لليوم الخامس على التوالي بالأمس. طبعا قبل الدخول في وقف إطلاق النار المشاركون كانوا يحملون شعارات دعم لغزة ولأهالي غزة ودعوا إلى إنهاء الانقسام فورا إلى جانب أيضا وقف التنسيق الأمني. كان هناك أيضا دعوات ووقفات في عدة مدن في الداخل الفلسطيني أيضا في باريس ولندن خرج الآلاف دعما وإسنادا لغزة ولأهالي القطاع. موت ولا لما ذليه ولما تشوف الشظايا رسالتنا اليوم واضحة، الشعب الفلسطيني كله موحد في هذه المقاومة، الشعب الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين مع أهلنا وشعبنا في غزة الذين يخوضون هذه المقاومة الباسلة. إسرائيل فشلت في تجزئة الساحات كما كانت تحلم، وفشلت في الاستفراد بقوة دون الأخرى، واليوم تفشل في هجمتها على الفلسطينيين. المقاومة الفلسطينية الباسلة تتصدى لإسرائيل كما يجب أن يكون التصدي، والشعب الفلسطيني بأسره مقتنع قناعة عميقة اليوم بأنه إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة ولن تردع إلا بالمقاومة على الأرض وبفرض العقوبات والمقاطعة. يعني بتقديري المطلوب هي الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية هي أساس هاي المرحلة، وبالتالي الوحدة الوطنية مطلوبة ميدانيا ومطلوبة على المستوى السياسي. لن يوقف هذا العدوان ولن يزيل هذا الاحتلال إلا الوحدة الوطنية. هذا الدم النازل بغزة يحتاج إلى أن نتعالى على كل الجراح وأن نغلق هذه الفجوة التي يعني باتت طويلة. وبالتالي يعني الرسالة الأكيدة والأساسية للشعب الفلسطيني ولكل قوى أن سارعوا بإنهاء هذا الانقسام حتى نستطيع أن نكون معا من أجل وقف هذا العدوان مرحليا وإنهاء الاحتلال استراتيجيا. هذه وقفة إسناد لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة لإعلاء الصوت لعل يسمع المجتمع الدولي ويدين العدوان السافر والآثم على أهلنا هناك، أن هذا هو صوت الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية الذي يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. نتوقف عند فاصل قصير لنكون مع ضيفنا في الاستوديو الزميل عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي ونعود. مش كل بيظلمني
لا نبع بلادي عطشان مشتاق الفي البستان لا نبع بلادي عطشان المدفون بأرض حي والبالغرب عطش المي المدفون بأرض حي والبالغرب عطش المي بكفينا فراق وأحزان بكفينا فراق وأحزان كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة لا شك ثياب العتمة وضوء بإيد النجمة لا شك ثياب العتمة وضوء بإيد النجمة راجع والدم الثورة راجع والدم الثورة وهات يا ست المفتاح في المخيم ما برتاح هات يا ست المفتاح في المخيم ما برتاح لما بدنا كروت التموين والوقف لشوال طحين ما بدنا كروت التموين والوقف لشوال طحين لو مهما بتزيد جراح لو مهما بتزيد جراح هب الشوق وطاب الموت يا لاجئ علل الصوت هب الشوق وطاب الموت يا لاجئ علل الصوت يا شمس استني طلوعي ويا دار استني رجوعي يا شمس استني طلوعي ويا دار استني رجوعي عن حقي لا ما في سكوت وعن حقي لا ما في سكوت كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة لا شك ثياب العتمة وضوء بإيد النجمة لا شك ثياب العتمة وضوء بإيد النجمة راجع أهلا بكم من جديد تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين معنا أينما كنتم انتهت جولة إذن العدوان على أهلنا في قطاع غزة الغرفة المشتركة أيضا أعلنت انتهاء جولة القتال كما أسمتها ولكن وهي أكثر تماسكا وقوة تحت شعار إن عدتم عدنا ماذا بعد ذلك ما الذي خلفته هذه الحرب وهذا العدوان هل من منتصر ومن خاسر في هذه المعركة هل ممكن أن تعود وخاصة أن هناك تطورات وتصعيد في الميدان سيكون خلال هذا الأسبوع مسيرة أعلام ذكرى النكبة اقتحامات متتالية لشمال الضفة المزيد من التفاصيل في حوارنا اليوم مع ضيفي في الاستوديو عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي صباح الخير عصمت أهلا بك معنا صباح الخير ريم لك ولكل المستمعات والمستمعين تحياتي لك إذن انتهت جولة القتال هذه التهدئة التي كانت بالأمس أو يعني التي بدأت دعني أقول بالأمس من خلال وقف إطلاق النار كانت إسرائيل تسعى لها في الساعات الأخيرة بشكل كبير أكثر من المقاومة ما السبب في رأيك؟ السبب أولا يعني الحمد لله على سلامة الجميع رحم الله شهداء يعني رحم الله شهداء وشفاء الجرحى وكان الله في عون الذين تدمرت منازلهم هذه فعلا يعني عدوان وحشي انتهى بالصورة التي رأيناها أنا أعتقد أن إسرائيل كانت ترغب لو أن المواجهة استمرت يومين فقط وكانت متعجلة وتريد إنهاء القتال بأسرع ما يمكن أولا لأن نتنياهو يعتقد أنه حقق ما يريد في الجولة الأولى وكل يوم يمر يعرض هذه المكاسب
الخطر، وفعلا هذا ما بدأ يحدث. وأيضا لأنه استمرار القتال ينطوي على مخاطر، أنه تتوسع المواجهة وأنه يكون في قتلى وخسائر بشرية، وأيضا أنه تنضم لها حركة حماس وتصير جزء من المواجهة، وبالتالي هذا يعني يعيد خلط كل الأوراق ويدخلنا في مواجهة من نوع آخر، وأيضا ربما في دخول ساحات أخرى. يعني كل يوم كان وكأنه خاصة قبل مسيرة الإعلام، يعني هي تريد الآن الاستفراد والتفرغ للقدس والضفة ربما، فكانت تماماً تريد أن تنتهي من يعني كان الخطر مسيرة الإعلام أنه هذا يعني تقاطع أحداث حساس جدا. أن تأتي هذه المسيرة في ظل التصعيد لن يستطيعوا الخروج للمسيرة، بكل حال الأحوال في ظل وضع طوارئ سيكون يعني المخاطرة كبيرة أنه يطلعوا آلاف ناس على القدس بهذا الشكل الاستفزازي. ولكن أيضا كان هذا ممكن يعطي مسوغ أكبر لحركة حماس أن تدخل بمبرر أنه نحن يعني ندخل من أجل القدس وضد المسيرة، وليس مثلا يعني بسبب حدث هنا أو حدث هناك. وكان هذا فيه خطورة، وأيضا انتقال الأحداث للضفة والقدس من خلال صدامات وأن تمتد وأن تشمل يعني ساحة الضفة والقدس والداخل. لذلك كان نتنياهو ومنظومة الأمن في عجلة من أمرهم ومارسوا ضغوط كبيرة. والمنظومة الأمنية من اليوم الثالث قالت يعني نوصي بوقف العملية، وحتى بالأمس يعني أحد الجنرالات طرح يعني السابقين إنه لماذا لا نذهب إلى وقف إطلاق نار من طرف واحد؟ يعني إذا الجهاد ما بده خلينا إحنا نوقف إطلاق نار ونبلغ العالم نحن نوقف إطلاق نار. كان في مساعي كبيرة من ساعة يفرغوا، وإذا رجعوا ساعتها بنهجم بهجوم أكبر. لكن واضح إنه هذا يعني غير عملي على الإطلاق. إذا يعني أوقفوا الجهاد لا رغبة له بوقف القتال، ستستمر المواجهة وسيظهر نتنياهو بمظهر أضعف. طيب نأتي لأهم تفاصيل هذا العدوان وهذه الحرب. الأغلبية تجمع أن إسرائيل فشلت في هذه الحرب، منظومة القبة الحديدية فشلت، وربما كان هذا أحد الأسباب أيضا لسعي إسرائيل بشكل يعني سريع للتهدئة. أيضا البعض عزى هذا السبب لأنه لم تستطع التصدي لكثير من الصواريخ التي أطلقت. إذن نتحدث عن قبة حديدية عاجزة، نتحدث عن عدم تحقيق يعني هدف من جراء هذه الحرب. اليوم الأسئلة كبيرة، ماذا ستفعل دولة الاحتلال لو واجهت حرب أوسع؟ يعني نحن نتحدث عن حرب لم تكن هي الأوسع بشكل عام. إذن أيضا هناك حدث مفصلي كان خلال هذه الحرب وهو صاروخ روحوفوت، وهذا شكل أيضا تحدي خطير وكبير للاحتلال. فنستطيع القول إذن أنهم فشلوا في هذا العدوان. يعني إذا قسنا بالنسبة للأهداف اللي وضعتها إسرائيل نفسها للعملية، هي لم تحقق منها شيء. لو باغتت واغتالت ونجحت في إحداث مفاجأة من الجهاد، وهذا يعني كان بإمكانها أي وقت تمارسه. يعني مش كثير على إسرائيل أنه تفاجئ سواء حماس ولا الجهاد ولا أي تنظيم وتغتال قيادته. ولكن شو كان الهدف؟ كما أعلن نتنياهو وكما عملوا أعلن وزير جيشه، أنه استعادة قدرة الردع وعودة للاغتيالات. هلا الاغتيالات أصلا واضح إنه مش هترجع بالشكل اللي اختير يعني نتنياهو، لأن الاغتيالات ستبدأ الرد عليها من حيث انتهت هذه الجولة. نعم. بتل أبيب وبشارف يعني القدس. يعني اللي هي إن عدتم عدنا، والمقصود فيها أي ثبتت. نعم. إنه لما بتغتال ما بتمر الأمور بدون رد. بدون رد. صحيح الرد كان يعني من طرف واحد وكان يفترض أن يكون مختلف، ولكن سيكون برد. وهذا الرد على هذا الشكل، هذا هو الثمن لأي اغتيال. نعم. القدس، تل أبيب وهذه المعادلة ورحوفت وغيرها. أيضا بالنسبة للردع، يعني أين الردع؟ الردع يعني لما أنا أكون مردوع معناها أنت بدك تضرب وأنا ما أقدر أرد بالمرة، بدك تفرض شروطك وأنا بدك أقبل فيها. لكن هذا لم يحدث، وبقيت القتال والاستبسال والضرب الصواريخ حتى آخر لحظة، وحتى ما بعد إعلان التهدئة أيضا لاحظتم بالأمس. لذلك يعني لم يحق نتنياهو شيء، وكان فعلا هناك مفاجآت. يعني صاروخ رحوفت وهناك أيضا صاروخ آخر، هذه الصواريخ حجمها وقوة انفجارها ومداها وقدرتها يعني على يعني الدقة
كانت مفاجئة لإسرائيل، واضطرت إسرائيل استخدام مقلاع داود لواجهتها، وهذا صحيح. مستوى دفاعي. هل هي المرة الأولى التي تستخدم فيها مقلاع داود؟ نعم، لأنه تكلفته أيضا سمعنا بأنها عالية جدا. هو سبق واستخدم ولم ينجح، وهذا جزء من آليات الحرب، أنه شركات السلاح والمنظومات العسكرية تجرب وتم تجربه نسبيا نجح في مثلا اعتراض الصواريخ على تل أبيب وغيرها، ولكن أيضا هو فشل في الحفوات، وقالوا أنه هذا خلل تقني. دائما لما ما بينجح بيكون خلل، مش أنه المنظومة غير قادرة على التصدي. لذلك يعني كان هناك مفاجآت وكان قدرة، ومن كان يتوقع حتى إسرائيل أن الجهاد قادر على ضرب تل أبيب؟ هذا لم يكن، يعني كان الافتراض أنه إذا دخلوا كلهم مع بعض وغرفة العمليات المشتركة وحركة حماس هي اللي تمتلك هذه المنظومة. ثبت الآن أن الجهاد قادر، وهذا أيضا يعني يضع الجهاد في مرتبة أخرى حتى بالنسبة لإسرائيل بعد هذا القتال، وبالنسبة للدول الإقليم اللي بتتوسط واللي بتتحرك في كل مواجهة من هذا النوع. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل لم تحقق شيء، والجهاد حقق كل ما أرادوا. صحيح تكبد خسائر، بوغت، فقد قيادات ميدانية، ولكن ولا عمره كان يعني الخسائر في القيادات سبب لوقف القتال او للتراجع او وهذا للدفاع. كان واضح من انه كل ما كان هناك يعني اغتيال لقيادات من الجهات كانت جوله القتال بعدها تشتد من قبل المقاومه. ايضا ريم انه يعني التحكم كان عالي جدا، يعني ما كان عشوائي. الصبر 38 ساعه او 36 ساعه قبل الرد، هذا يعكس ضبط وقوه وسيطره، وانه يعني الجهاد أنت باغتني في الضربة، بس أنا هذا السيناريو واضعه في الاعتبار ومش متفاجئ من غدرك وحاطط له سيناريو وفعلت السيناريو يعني مش أنه ارتبكت وانهارت وبلشت تصرف بتخبط، وهذا فعلا يسجل لهم. وردهم جاء بشكل أنه يعني زي صليات أو أوقات محددة، يعني بنوع من التقنين كمان في استخدام الذخيرة، ونحن نعرف أنه هم استعدوا لمواجهة قد تستمر فعلا. وعندما تحدثوا عن أشهر السرايا يعني كانت تتحضر لمواجهة طويلة، يعني أنت لما بتقاتل إسرائيل ما بتحط في سقفك الحد الأدنى، بتحط الحد الأعلى، لأنه فعلا إسرائيل ممكن توسع دائرة هجومها وتنزل بري، ممكن فكل هذا الشيء بدك تأخذ بالاعتبار وتستعد لأيام طويلة من القتال. وحدة الغرفة المشتركة كانت عامل أساسي ومهم في إسناد المقاومة بشكل عام، يعني بياناتها كلها كانت موحدة، بيان موحد يصدر عن هذه الغرفة، في وحدة كبيرة كانت في الميدان، في إصرار في البيانات على أنهم موحدين، وهذا كان واضح وجلي. ويعتبر أيضا عامل أساسي، الاحتلال كان يحاول أن يضرب وحدة هذه الغرفة المشتركة ووحدة المقاومة لضرب الجبهة الداخلية ومحاولة زعزعة الأمور، لكن كان هناك تماسك كبير واتحاد في الرأي دعني أقوله من جميع فصائل الغرفة المشتركة. يعني دعينا نقول عبء القتال كان على الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. الغرفة المشتركة بصراحة قيمة نضالية وعملياتية وعسكرية وهي مهمة جدا، لكن احنا ما نتخيل الغرفة المشتركة، يعني ممكن البعض بيصور الغرفة المشتركة انها زي غرفة عمليات، يعني قاعدين ناس وكاميرات زي هيئات الاركان في الدول العربية او في الدول الاجنبية او الجيوش المتطورة. غرفة العمليات هي عمليا قرار مشترك، يعني ما بيدخلوا مع بعض على الغرفة وبصيروا يعني يكرروا وين نضرب، هو بيكون تنسيق وتوافق على الأهداف وتقاسم للأدوار. وأعتقد أنه غرفة العمليات بهذا المستوى هي كانت يعني غطاء ومظلة عمل تحتها الجهاد الإسلامي ومن قاتل معه من الفصائل الأخرى وأدت هذا الدور. ولكن هل هذا هو يعني السقف الذي نتوقعه من الغرفة المشتركة؟ أنا أعتقد في ظل مبادرة إسرائيل على العدوان بمجزرة كبيرة باغتيال 3 من القادة، كان يمكن أن يكون يعني الدور وأداء الغرفة المشتركة أنه الكل ينخرط في القتال. هذا لم يحدث، هناك اعتبارات، هذا يحتاج نقاش طويل، هذا يعني ليس من باب المزايدات، من باب بس أخذ العبر، قد يرى فيه البعض إيجابية قد يرى فيه سلبية، لكن الغطاء توفر، الغطاء اللوجستي توفر وهذا مهم جدا. طبعا حركة حماس لم تشارك في القتال، لكن كل منظومتها، حماس تحكم القطاع والصحة والمواصلات والإعمار، يعني كل هذه كانت تعمل
وتجندت للمعركة، أعطت الحرية الكاملة، أعطت الغطاء، يعني هذا مهم. ولكن أيضا الأسئلة الأخرى مطروحة للتقييم، ونحن من هنا يعني صعب أن نرى الأمور بطريقة ربما كاملة، لكن جيد أنه كل جولة قتال بعد أن تنتهي وبعيدا عن العاطفة وبعيدا عن المزايدات يتم تقييمها، لأنه هذه الجولة نهاية هذه الجولة هي عد عكسي للجولة التالية، ونحن لسنا في وضع يعني ينتهي فيه القتال مع إسرائيل للأبد. لذلك إذا بنعرف أنه بلش العد العكسي لجولة جديدة، كيف نتعامل مع الجولة القادمة؟ ويعني من خلال بيان الغرفة المشتركة وبيان المقاومة واضح أنه رغم كل هذه الحرب خلال 5 أيام والعدوان، إلا أنها مستعدة لجولة أطول في حال حاول الاحتلال مرة جديدة أن يخرق التهدئة أو أن يقوم بأي عملية اغتيال. إذن هي لازالت المقاومة تمتلك القوة. شوفرين المقاومة فعلا يعني احيانا لم تستنزف، بيعتبر البعض انه في مبالغات، ولكن فعلا المقاومه لديها الاستعداديه للقتال والجهوزيه من حيث المعدات والذخيره والمفاجات والخطط ان تواجه اسرائيل لاشهر. صحيح سيكون اسرائيل تملك ما لا تملك اسرائيل بمواجهة، يعني اذا اسرائيل عسكريا بتعرف انه حسم اي حرب بالجو مستحيل. اذا ماذا تملك؟ تدمير، تدمير فقط أو مدنيين، قصف مدنيين، تدمير وقتل مدنيين وقتل وتدمير منشآت وبنية تحتية، هذا هو فقط الذي تملك إسرائيل. بينما المقاومة لديها يعني قدرة على إدارة قتال ضد إسرائيل لأشهر وأن تسجل انتصارات، ولن يسجل، وأنا أعتقد أنه لم يسجل في تاريخ الفلسطيني أنه استسلم في أي مواجهة مع الاحتلال. ولذلك بدأ الاحتلال يدرك أنه هذه المعادلات فرضت نفسها، وبدأ الاحتلال يدرك أنه هناك حدود لاستخدام القوة. أنا عندي قوة تدميرية، ولكن يعني مثلا هذه الجولة 5 أيام ما استهدفوا أبراج مثلا. ليش؟ لأنه بعرف أنه في حدود، إذا استهدفت أبراج راح يكون الرد به كذا، ووضعت يعني معادلات، هي معقدة المعادلات، ما بتخلينا في توازن من حيث القوة العسكرية مع إسرائيل، لكن أيضا بأدواتنا البسيطة وبالتركيز على نقاط ضعف الاحتلال ونقاط قوتنا الكاملة في وحدتنا وفي إدارتنا للمعركة بشكل رشيد، أنا أعتقد أنه فرضت المقاومة معادلة. وهذا تراكم، يعني مش الجولة الأخيرة ولا اللي قبلها، هذا تراكم 15 جولة من 2005 حتى اليوم. أعتقد هذه 15 جولة راكبت هذا الشيء، والكل شريك في هذه الإنجازات حقيقة. طيب كيف تناول الإعلام العبري بعد انتهاء الجولات هذه الحرب؟ كيف سجلت هذه الجولة من القتال في تاريخ نتنياهو الذي يعاني أصلا في جبهته الداخلية اليوم من مظاهرات ضده، من أحكام قضائية، من أمور كثير؟ كيف ستسجل هذه المعركة في تاريخه بحسب ما ترشح عن الإعلام العبري اليوم؟ يعني الذي يعارض نتنياهو سيبقى يعارضه ويجد أنه هذا الحملة ذهب إليها، يعني زاد رصيد المعارضة أم قل؟ لا، أنا أعتقد أنه يعني المنتقدين زادت قناعتهم أن نتنياهو مستعد الذهاب إلى أي شيء من أجل حفاظ على ائتلافه وإرضاء بن غفير، وهذا مخيف ومقلق لنخب اللي هم أغلبية اليوم حتى وفق الاستطلاعات. في أوساط اليمين أنا أعتقد أنه نتنياهو استطاع أن يستعيد زمام السيطرة على ائتلافه، أظهر بن غفير على أنه صبي وأنه بتصرف بصبيانية، وقالوا له يعني عندما تخرج تصريحات أنه مسؤول كبير هو يكون نتنياهو أو مكتب نتنياهو، بينما أنت كنت يعني تحرد وتضغط وتعتصم في سديروت، نحن كنا نخطط لعمليات ونرصد أهداف وننفذها بصمت، وأنه أنت مش شريك في السر لأنك أنت ثرثار وإلى آخره. لذلك هو يعني سيطر على ائتلافه وأعاد توحيده، استعاد قوته أمام المزايدين من اليمين وقال لهم أنا ما بخاف أروح على غزة ولا أغتال ولا أدخل في مواجهة مع حماس والجهاد وفصائل المقاومة. لذلك على مستوى اليمين هو أعاد مركزة نفسه ووضعه واستعاد ائتلافه فعلا وقوت ائتلافه، وقطع الطريق على المزايدات التي لن تنتهي وستعود. الآن بدأ يزايد عليه في الضفة وأنه لازم هذا الشيء ننفذه بالضفة، لكن على مستوى الرأي العام والثقة بنتنياهو أنا أعتقد أنه هذه الجولة أعادته إلى الوراء. لم يحدث أنه في نص الحرب، لم يحدث، كان في انتقادات لرئيس الوزراء ليبرمان هاجم واعتبر أنه نتنياهو يعني بيعمل سياسة على حساب أمن وسكان إسرائيل. زهافة جالون قالت نفس الشيء،
هود أولمارت خرج وكان نفس الشيء. هذه الانتقادات كانت خلال العدوان. خلال العدوان أمس وأول أمس واللي قبله وكانوا يعني. ولم يكن سابقا أن كانت توجه انتقادات لذيعة. دائما كان يتجند الكل ضد الجيش ويتجند الكل في المعركة، وحتى لبيد عندما كان يتحدث دعما للمعركة لم يذكر نتنياهو، ذكروا أنه نحن ندعم الجيش ندعم الأمن في هذه المواجهة. لذا أعتقد أن نتنياهو سيعود من صباح اليوم لمواجهة نفس المشاكل اللي حاول يرحلها وحاول يحرف الأضرار عنها من خلال الحرب. نعم. سيعود يواجه الانقسام في الشارع الإسرائيلي، سيعود يواجه المظاهرات، سيعود يواجه خطط إصلاح القضاء التي تلقى رفض، سيعود لعلاقته المتوترة مع الولايات المتحدة وأهم حليف لهم، سيعود للواقع الاقتصادي الصعب اللي ارتفع الأسعار والأخري. وبالتالي يعني لا، الواقع بقي كما هو، وفشل نتنياهو فعلا في إحداث تغيير جذري. يعني أنت طلعت على مواجهة 4-5 أيام مع الجهاد الإسلامي، وهم بنظر الجهاد الإسلامي يعني تنظيم صغير، وتريد من خلال ذلك أن تغير واقع معقد بهذا الشكل، هذا فيه مبالغة، ولذلك أنا أعتقد أن نتنياهو فشل في هذا الموضوع. طيب أخيرا، تعتقد من خلال وجهة نظرك والتحليلات الموضوع، هل ستلغى مسيرة الأعلام في باب العمود في القدس، أم سيصر بن غفير ونتنياهو أن تمر هذه المسيرة وأن تستفز؟ تعرف هذه المسيرة أشعلت حرب قبل عامين. ستمر المسيرة بشكل يعني استفزازي. أنا تقديري نتنياهو لن يسمح لنفسه أن يتراجع لسبب بسيط. أولا هو من يومين خارج من واجهة ويعتقد أنه مش رح يعني غزة كل يوم تفتح حرب عشان واجهة. مسألة ثانية أنه هذه المسيرة تحدث كل عام، وبالعام الماضي كان لبيد وكان نفتالي بنت ومرروا المسيرة بنفس المسار الذي استمر به هذا العام. فأكيد في وقت نتنياهو إذن يعني هو سيقال له إذا كان لبيد مررها. وكيف إحنا اليمين يعني إحنا اليمين نسجل على حالنا أنه لن نمررها، ولكن سيسبق هذه المسيرة كثير من الاتصالات وخطوط الوسطات ومحاولات تخفيض سقف التصعيد الكلامي والاستفزاز والتحريض. وأصلاً ليس مطلوب من غزة وحدها التصدي لهذه المسيرة. طبعاً. يعني ليس مطلوب فقط أن يكون نعم. يعني إذا كان الفكرة إنه يعني سيف القدس إجى رد على المسيرة معناها المرة راح يصير رد، أنا لا أفترض إنه الظروف اللي كانت في سيف القدس كان شهر سابق، أول شيء جت في رمضان. نعم. مش في خارج صحيح. رمضان. مسألة ثانية كان شهر قبلها من التصعيد، وكانت قضية باب العمود، وكانت قضية الشيخ جراح صحيح. وكانت أجواء يعني انتفاضة، عشنا انتفاضة لشهر كامل، عشنا انتفاضة في القدس وفي الداخل وتحديدا في الشيخ جراح وفي الضفة والمواجهات والاعتصامات، فكانت الأرضية خصبة والأجواء مهيئة والحالة الاحتقان واصلة لأعلى مستوى. الآن الأمر مختلف كليا، لذلك أنا أعتقد أنه ستبذل إسرائيل جهد دبلوماسي ومن خلال القنوات لتهدئة وتطمين العرب والفلسطينيين وكذا، أنه لن يكون كذا، والمسيرة مش راح تمر من الحي الإسلامي، راح تمر من جنبه، ولكن ستمر. ونتنياهو لن يسجل على نفسه أمام بن غفير واليمين إنه اللي نفتالي بنت ولبيد قدروا يعملوه أنا ما أقدرش أعمله. نعم. إذن 33 شهيد خلفت هذه الحرب وهذا العدوان على قطاع غزة، أكثر من 190 إصابة، تبقى الجراح مع أهالينا في قطاع غزة، ممن فقدوا أهاليهم وممن فقدوا منازلهم أيضا. الرحمة للشهداء، المجد والخلود لهم، والتحية لأهلنا في القطاع. شكرا جزيلا عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي، تحياتي لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. متابعينا ومشاهدينا، نتوقف عند فاصل قصير ونتابع بعد الفاصل موظفو المحاكم يطالبون بصرف علاوة المخاطرة التي أقرها الرئيس قبل عام. التفاصيل بعد الفاصل، ابقوا معنا. ردي موجة بحرنا على الصبر شدي، ويا ما صبرنا ويدك في يدي احنا انتصرنا، يدك في يدي احنا انتصرنا. ويا غزة ردي موجة بحرنا على الصبر شدي، ويا ما صبرنا ويدك في يدي
احنا انتصرنا يدك في يدي احنا انتصرنا ضلينا من وقت الدماء فوق السما نتسامى بمزروع حدود الهاب العز والنشامى والمجد بين الهوى والغاصب تحت قدامى والنصر كحل عيون الهام وبتغني عتامى حب الشباب بكملنا يا بزيت الشباب بدنا نعمل اسرع اعلان يلا بلتل جيجا فايبر اسرع انترنت منزلي شو هاد اعلان بلتل جيجا فايبر بس من سرعته مش رح تسمعه بلتل جيجا فايبر اسرع انترنت منزلي قشطة يا عم سمعني كلام ونهارك فل يا سيدي الكل كل حدا بتشوفه ببالا جبالك قشطة من البنا اخضر من يلي ببالا القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي دوق القشطة دوق يا عيني يا عيني على القشطة دوق القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى البينار اختيار كل الدار جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر أو غذي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار تقدر تحكي بات الجيجا فايبر 10 مرات جيجا فايبر بايت بعد ايش لا تكلا 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 كش تكلا كش طلقه طلقه وبنزحش لا تكلا 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 كش تكلا كش بقطعش بقطعش انا مش ضاوي انا هاوي مش معلق انا محلي طلقه طلقه وبنزحش بتشكلك وقاعد على المكتب بقطعش 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 بلتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي للاستفسار أو الاشتراك بالخدمة على الأسعار الجديدة من خلال معارضنا أو موزعينا أو الاتصال على 199
أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم معنا عبر شبكة وطن الإعلامية، نحييكم من جديد. اعتصم موظفو الجهاز القضائي صباح الأربعاء الماضي أمام مجلس القضاء الأعلى في البيرة للمطالبة بصرف علاوة المخاطرة التي أقرها الرئيس محمود عباس لهم قبل عام. المعتصمون رفعوا لافتات تطالب بصرف هذه العلاوة وتأهيل مجمع المحاكم في رام الله حتى يتناسب مع الخدمات التي يقدمها للمواطنين. ما هي هذه العلاوة؟ لماذا يطالب بها موظفو المحاكم أو موظفو القضاء؟ المزيد من التفاصيل والمعلومات سوف يوضحها لنا ضيفنا بالاستوديو الأستاذ خليل الفاري، وهو منسق حراك العاملين في السلطة القضائية. أستاذ خليل صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. اسمحي لي في البداية أن نترحم على شهداء فلسطين والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله والحرية للأسرى. نعم صحيح، أهلا بك معنا اليوم. طبعا رح نحكي أكثر عن تفاصيل هذه العلاوة ولماذا تطالبون بها، بالإضافة إلى العديد من الاستفسارات الأخرى، لكن دعنا بالبداية نشاهد هذا التقرير الذي أعده طاقم وطن عن هذه الوقفة والاعتصام ونعود لبدء الحوار لنشاهد. هذه الوقفة جاءت يعني لرفع الصوت لموظفين السلطة القضائية في كافة محاكم الضفة الغربية لمحاكم النظامية، حيث أن الموظفين يتعرضون بشكل يومي لضغوطات عمل، طبيعة عمل فيها نوع من المخاطرة العالية. تم توقيع قرار من سيادة الرئيس بتاريخ 11/5/2022 يفيد بضرورة صرف علاوة مخاطرة بالإضافة للعلاوة الخاصة لموظفين السلطة القضائية، وما زال الأمر لهذه اللحظة لم ينفذ. نحن في نقابة المحامين سواء كمجلس نقابة محامين أو ما نمثله من سائر جموع المحامين الفلسطينيين، نقف قلبا وقالبا إلى جانب الإخوة والزملاء الموظفين في الجهاز القضائي الفلسطيني، الذي آن الأوان لأن يتم النظر إليهم حقيقة وأن يكون هناك دور جدي اتجاهم، لأن الأعباء الملقاة على كاهل الموظفين في الجهاز القضائي تختلف كثيرا عن الأعباء الملقاة على القطاع العام بشكل عام، لأنه كما نعلم أن السلطة القضائية هي إحدى أهم السلطات في هذا الوطن. كيف لقرار يصدر من رئيس فلسطين وهو الوحيد الذي يستطيع أن يتقدم نحو أهداف الشعب الفلسطيني السامية، وكيف لا يتم الموافقة ومتابعة موضوع الزيادة على رواتب الموظفين وهي من أهم الأمور التي تدعم المواطن؟ احنا اليوم وقفتنا سلمية طبعا، مجرد اعتصام. احنا منطالب بعلاوة مالية أقر لنا إياها سيادة الرئيس أبو مازن، وأوقف تنفيذها معالي وزير المالية الأستاذ شكري بشارة. احنا فقط هون في هذه الأثناء، في هذه اللحظات، بنطالب فقط بتنفيذ العلاوة الأقر لنا إياها سيادة الرئيس، لا أكثر ولا أقل. عندنا مطالب من بينها تنفيذ العلاوة الموقعة من سيادة الرئيس أبو مازن، لها تقريب سنة موقعة. إحنا فقط لو تتنفذ على قسيمة الراتب، يعني إحنا عارفين إنه في أزمة مالية وإنه الوضع البلد كيف هو. كمان عندنا مطلب ثاني إنه إحنا بنتعرض كثير لمخاطرة، فهذا حقنا المكتسب إنه إحنا يكون عندنا علاوة مخاطرة. الطلب الثاني، احنا مبنى بداية رام الله مبنى غير مؤهل اصلا ليكون مبنى محكمة، فاحنا برضو بدنا من سيادة الرئيس يعمل لنا اشي مشان يغيروا لنا المبنى. طيب اهلا بكم من جديد، ومن جديد بدي ارحب فيك استاذ خليل. ويعني احنا سمعنا عدد من المطالب، بس خلينا نرجع نجملها مره جديده، ابرز مطالبكم حدثنا عنها اذا سمحت. في البدايه يعني انا بشكرك جزيل الشكر لك وللاخوه في وكاله وطن لحسن الاستضافه. احنا في عندنا كتاب من موقع من سياده الرئيس في عام 2022 ب 11/5/2022، قبل عام بالضبط، يعني قبل عام.
احنا هذا الكتاب او هذه المطالبه هي قرار من سياده الرئيس. احنا تم يعني انا من خلال موقعكم اللي هو ايش قرار شو هو قرار سياده الرئيس؟ القرار سياده الرئيس هي تنفيذ علاوي خاصه لموظفين السلطه القضائيه وعلاوي مخاطره. القرار يعني شقين، في عندك علاوة المخاطرة قيمتها أو نسبتها 35% وعندك علاوة خاصة لموظفين السلطة القضائية قيمتها 25%. وجاء هذا القرار نتيجة ضغط العمل الذي يعني يمارسه الموظفين في المحاكم النظامية التابعة للسلطة القضائية في كافة محاكم الضفة الغربية، وهناك ضغط عمل يومي ويتعرضون لمخاطرة يومية، وجاء هذا بالمقابل أن يكون هناك علاوي خاصة تصرف لموظفين السلطة القضائية نسبتها 25% مقابل دوام يوم سبت لتخفيف ضغط العمل، وأن يكون العمل داخلي ليخفف ضغط العمل. يعني هو المطلب بالأساس هو كان لتخفيف ضغط العمل الذي تمر فيه محاكم الضفة. نعم. رغم احنا رغم الظروف التي مرت في خاصة في مخاطرة، صح؟ زي ما حكيت لك انه القرار يشمل علاوتين. مجملهم يعني مجمل بدل شو اذا بدنا نعرف ما هي علاوتين؟ هلا بحكي لك. مجمل العلاوة 60%، المخاطرة نسبتها 35%. موظفين المحاكم يتعرضون بشكل يومي لضغوطات عمل يومية وعندهم مخاطرة عالية. يعني عندنا مسميات وظيفية كثيرة ولها مخاطر عالية. عندك مثلا كاتب التبليغات أو المحضر، وهو معرض الذي يقوم بالتبليغ، ومن عنده تبدأ القضية في المعاملات، ومن وقت ما يبدأ المحضر هناك عنده علاوة، عنده مخاطرة عالية أثناء قيامه في التبليغ في الميدان. يتعرض له الموظف في الابتزاز، الضرب أحيانا، الشتم أحيانا عندما يروح يبلغ المتهم بموعد الجلسة. في عندك كمان في عندك مسميات وظيفية أخرى مثل مأمور التنفيذ، في عندك أمين الصندوق عنده مبالغ مالية عالية. بنرجع للمحضر كمان ممكن معرض يكون للرشوة، ممكن يكون يعني هذه الأمور كثيرة المخاطرة. احنا نعلم انه الحكومة الفلسطينية تمر في أزمة مالية خانقة، وهذا الأمر كثير احنا يعني بنتفهمه. ومنذ توقيع هذا القرار من سيادة الرئيس احنا يعني ما تم اي عمل اي وقفة احتجاجية. في نفس الوقت تم توجيه كتب رسمية، كتاب لسيادة معالي وزير المالية سيد شكري بشارة. يعني تواصلتم مع وزارة المالية؟ نعم نعم. لقد تم توجيه كتاب للسيد معالي وزير المالية سيد شكري بشارة بالخصوص على ضرورة صرف هذه العلاوي. متى تواصلتم؟ خلال أيام من بعد توقيع القرار. يعني تم توقيع القرار ب 11/5/2022، تم توجيه كتب رسمية كتابين، أحد الكتب للسيد معالي وزير المالية مثل ما حكيت لك، وكتاب آخر تم توجيهه ل السيد موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام. ديوان الموظفين العام قد رد علينا شفويا بأنه لا مانع، وهذا الأمر متعلق يعني داخل وزارة المالية. وزارة المالية ممثلة بالسيد شكري بشارة يعني تم النقاش حول هذا الموضوع، وحتى هذه اللحظة لم يأتي أي رد بالخصوص. يعني تواصلوا معكم بالنقاش؟ تم النقاش، وتم في عنا الإخوان في مجلس القضاء الأعلى، تم المتابعة مع الإخوة في وزارة المالية ومع وزير المالية، ولكن دون جدوى وعود، وتنتظم الرواتب في البلد. ولكن حتى اللحظة يعني إحنا لمدة عام كامل في 10/5/2023 اللي هو كان يوم الأربعاء، تم التحرك من قبل موظفي السلطة القضائية لكونهم يعني احنا بنقدر الظروف مثل ما حكيت لك، وانه الموظفين الحكومي يعني رواتب متدنية جدا. من عام 2005 لم يطرأ اي شيء على الرواتب حسب سلم الرواتب التابع للخدمة لقانون الخدمة المدنية، سواء كانت العلاوة الدورية المستمرة وقيمتها متدنية 1.25% على الراتب الأساسي، وهناك كانت علاوة غلاء معيشي يتم صرفها بشكل تراكمي وقيمتها 16.52% لغاية 2014، ومنذ 2014 لغاية الآن لم يطرأ على أي تعديل على رواتب موظفي السلطة القضائية.
عندنا نسبة عالية جدا من موظفين الفئة الثالثة والفئة الرابعة وهم رواتبهم متدنية يا دوب يعني 2000 شيكل. موظف كيف بده يمارس حياته؟ احنا نعلم في ظل الراتب الطبيعي في الراتب هو 100% يا دوب قايم في واجباته في وغلاء المعيشة اللي في البلد، فشحال كان 80% يا دوب يعني يكفي. طيب تطالبون كمان بتهيئة مباني المحاكم، تطوير هذه المباني. بصراحة هذا كمان خليني أحكي لك مطلب للمواطنين اللي بيروحوا هناك وبيشوفوا المباني المتهالكة والقديمة والمكتظة بشكل كبير، هذا أيضا أحد مطالبكم. أستاذ ريم، إحنا مطلبنا الأساسي زي ما تفضلت في البداية وحكيت لك إنه إحنا مطلبنا هو صرف العلاوي. هلا بالنسبه للموضوع اللي حكيتي من عليه، هو قيد الاجراء وتم التفاهم عليه، وهو يعني مع الاستاذ معالي الرئيس مجلس القضاء الاعلى، ويتم العمل يعني جاري عليه مع الحكومه الفلسطينيه. احنا هنا موضوعنا ايصال رسالي، ايصال رسالي جوهرها صرف العلاوي من الجهه المختصه الا وهي وزاره الماليه. وزاره الماليه هذا قرار من سياده الرئيس. نحن نحمل، احنا لا ضد حكومي ولا ضد، احنا بالعكس احنا متفقين ومتفهمين تماما. احنا معنا قرار من سيادة الرئيس موقع ب 11/5 نطلب بتنفيذه، نطلب بصرف، احنا متفهمين مثل ما حكيت لك، ولكن الموظفين في السلطة القضائية جدا يعني مستائين من الوضع السيء في البلد وعندهم ضغط عمل عالي جدا. أنا بتمنى من المسؤولين أن يتجهوا إلى محاكم النظامية ويروا بعينهم كيف يتم الضغط للعمل، المشاكل اللي بتواجههم والتحديات. نعم صحيح. طيب. نحن هنا لإيصال رسالة زي ما حكيت لك وبعيدها لأكثر من مرة، نحن نمارس عمل جدا حساس مثل ما حكيت لك، في عنا كمان زي ما حكيت لك، في عنا أقلام، في عنا دوائر، في جنايات، في مضبوطات ثمينة تكون في الصناديق، كل هذه المؤتمن عليها. نعم. هذه ضمن المخاطرة، ضمن يعني المخاطرة. إحنا علاوة المخاطرة زي ما حكيت لك هي مطلبنا الأساسي في علاوة المخاطرة والعلاوة الخاصة وقيمتها 60%. تنتين 60%. أيوة. الإجمالي نعم نعم. زي ما حكيت 35 و25 60%. طيب بعد حراككم يوم الأربعاء هل حدث هناك أي تواصل معكم يعني من قبل الجهات المختصة زي وزارة المالية مثلا؟ في أي تواصل صار بعد الأربعاء؟ لا، لحد الآن لم يتواصل معنا أي أحد بالخصوص. في حال لم تصرف لكم هذه العلاوة أستاذ خليل ويعني لم يتم التواصل معكم، ما هي الخطوة القادمة؟ الخطوة القادمة إن شاء الله إحنا عندنا تحرك يعني فعاليات مستمرة إن شاء الله، هي زي ما حكيت لك هي فعاليات للمطالبة بتنفيذ قرار سيادة الرئيس أبو مازن. نحن عندنا توجه يوم الأربعاء إن شاء الله راح يكون عندنا وقفة احتجاجية مدتها راح تكون يعني لمدة ساعتين. وين رح بالمطالبة؟ تكون؟ بنفس الأماكن اللي إحنا أمام مجلس، بالضبط أمام مجلس القضاء وأمام المحاكم. من أجل إيصال الرسالة للجهة المختصة في تنفيذ العلاوي. نعم. لوحظ في التقرير رفع صور لشهيد من مجلس القضاء ارتقى قبل تقريبا 4 أعوام. نحكي أكثر عن قصة هذا الشهيد إذا ممكن. أنا كنت أحكي لك قبل تسأليني هذا السؤال. نعم، عندنا احنا الشهيد رحمة الله عليه الشهيد ياسر الشويكي الذي استشهد بتاريخ 12/3/2019 وهو على رأس عمله، وهو على رأس عمله في منطقة في الخليل، في منطقة الجنوب بسموها، أنا مش كثير بعرف المناطق هناك، ولكن هو في هناك حاجز إسرائيلي، حاجز عسكري، كان رايح يؤدي مهمته في سيارة حكومية ونزل، لازم هذا الحاجز يمر عليه على المشي على الأقدام، كان حامل الشنطة اللي فيها التبليغات، وأثناء قطعان هذا قوات الاحتلال أطلقوا عليه النار بدعوى أنه هو محاول الطعن، وقاموا يعني بتهمته بأنه هو يريد أن يطعن أحد الجنود، ولكن هو كان على رأس عمله وكان يقوم بواجبه الوطني، وقاموا الاحتلال بحجز السيارة وبحجز جثمان الشهيد لغاية يومنا هذا لحد الآن وهو محجوز. فبالتالي يعني أنتم تعتبروا هذه القضية هي ضمن المخاطر اللي بتعرض لها؟ أنا زي ما حكيت لك بالبداية أنه إحنا عندنا الكاتب التبليغات أو المحضر
هو أكثر شخص معرض للمخاطرة سواء من قبل قوات الاحتلال أو كان من قبل الـ 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 في الميدان وهو يجري التبليغات قد يتعرض للسب للشتم بتعرف يعني طبيعة عمل أو طبيعة التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص قد يكونوا يعني تهم جرائم فساد جرائم قتل يعني هو لما بده يروح يبلغ يعني هو معرض للضرب للقتل للابتزاز للرشوة فهو معرض كثير عنده درجة مخاطرة عالية وكمان أيضا في المحاكم نفس الشيء في هناك عندك اللي هم أمناء الصناديق مؤتمنين على أموال ثمينة ومؤتمنين على أمور جوهرية وفي التنفيذ نفس الشيء في عندك مأمور التنفيذ في المحكمة وفي عندك التنفيذ لما يروح ينفذ الموظف الموظف لما يروح يؤدي عمله برضو بتم إيش معارضته اعتراضه للمخاطرة نعم طب لو جوبهتم يعني أو تم إخباركم بأنه إحنا الحكومة بتمر بأزمة مالية حاليا وصعب أنه يتم تنفيذ القرار بصرف هذه العلاوة كيف نعم. سيكون موقفكم في هذه الحالة؟ أنا حكيت لك يعني بخصوص إحنا بنتفهم الأزمة المالية اللي بتمر فيها الحكومة إحنا متفقين تماما مع الحكومة الفلسطينية وأنه هي تمر بأزمة مالية على مدار السنوات ولكن منذ عام يعني احنا ما اي ما مثل ما حكيت لك ما طلعنا لا وقفة احتجاجية ولا طلع حدا احتج ولا اضربنا ولا عملنا اي اضراب نهائيا على مدار السنة السابقة وقبلها ورغم هذا الحكي كانت في فترة الكورونا مرت علينا وكانت المحاكم فعالة وكنا نداوم وعلى رأس عملنا صحيح. رغم انه بعض الدوائر الحكومية لم تداوم كنا نداوم وكانت أيام الأعياد كمان الرسمية كنا نداوم زي ما حكيت لك إحنا متفهمين الوضع المالي في السلطة الفلسطينية ولكن إحنا يعني نرى في بعض الدوائر الحكومية تم صرف لها علاوات مالية ونحن منتظرين وصابرين لحد هذه اللحظة ولم ينفذ أي صرف لنا ونحن من خلال منصتكم نوصل رسالة ألا وهي مطلبنا بصرف العلاوي شكرا لتواجدك معنا اليوم أستاذ خليل وأكيد رح نتواصل معكم دائما في حال حدوث أي تطورات في هذا الملف أنا بس بدي أوصل رسالة أخيرة كمان نعم. أنا هنا موجود وقد يكون آخر أحد من زملائي في نفس المكان نعم. إحنا موظفين في السلطة القضائية أنا زي أي زميل آخر نطلب فقط بإيصال الرسالة للجهة المختصة بتنفيذ العلاوي إحنا لا نريد الإضرابات ولا نريد تعليق العمل ولكن نريد إيصال رسالة إحنا فعالية واحتجاج لإيصال رسالتنا ألا وهي تنفيذ قرار سيادة الرئيس نعم شكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ خليل الفاري منسق حراك العاملين في السلطة القضائية شكرا. تحياتي لك شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا أيضا نشكركم جميعا على حسن المتابعة ونلقاكم غدا في ملفات جديدة كونوا دائما معنا على الموعد شكرا لزملائي في الكنترول ومني ريم العمري أطيب التحيات لكم جميعا إلى اللقاء لما تكون موجوع وما حد سامعك بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود ولما تكون مهموم وما حد سألك والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه أصرخ وعلي صوتك وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا شد حيلك يا وطن برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول سياسية اقتصادية واجتماعية شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري شد حيلك يا وطن صوت حر لضمير حر هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول والاتصالات الفلسطينية بالتل غير بكرة البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية حديثة شركة فلسطين للاستثمار الصناعي شركة دواجن فلسطين عزيزة عزيزة الطبيعي أطيب شركة البنار لمنتجات الألبان البنار اختيار كل الدار